تشوف مواجهه خمس جولات كل جوله 3 دقائق الا اذا انتهت بالنوك اوت طبعا بيكون عم تخلص بس هلا رح تكون مختلفه عن المواجهات السابقه يلي شفناها نحن والمشاهدين 100% هيدي 5 جولات يعني اجمالا اكثر بده يكون اللاعب رايق اول الفايت يعني طبعا ما في بلش ابدا بطريقه اندفاعيه بده قد ما في يعني من هون بنشوف ممكن حتى اول جولتين بكون جاست نبض هون عم نشوف اللاعب التايلاندي خلينا نشوف لا لاعب الفرنسي مورغان ادرار اذا اللاعب الفرنسي مورغان ادرار اي اكيد ما هن بينسوا هيدي المونكون المانشكون مونكون مونكون اذا الفرنسي مورغان ادرار بحياته الاحترافيه 48 فوز 10 خسارات عمره 30 سنه 196 سنتيمتر عم يلعب بوزن 67 كيلوغرام هلا التايلاندي رح نتعرف عليه طبعا هذا اللاعب التايلاندي عنده ريكورد فايت يعني اجمالا مثله مثل معظم اللاعبين التايلانديين ريكورد فايت خيالي عم نحكي نحن 179 فوز 43 خساره و5 تعادلات بس عم نشوف الريكورد يعني 179 يعني هدول لاعبين مباريات 100% يعني عم نحكي لاعبين فوق ال 220 مباراه تقريبا احترافيه هلا اللاعب الفرنسي كمان عنده ريكورد كثير منيح يعني عم نحكي 48 وقبل 10 خسارات 10 خسارات 58 مباراه هونيك عم نحكي حوالي 220 مباراه هو مثل ما كمان نرجع نتذكر هو ال دبليو ام سي تشامب اللي عم بيلعب هلا عم بيلعب مع اللاعب الفرنسي على اللقب واكيد الاولمبيني ستاديوم كمان تشامب هذا الستاديوم المعروف في بانكوك اللي هو انطلاقه لكل معظم اللاعبين التايلانديين بالاحتراف بنشوف اذا الفايت كارد لهالمواجهه 176 tall and has a fight record of 48 wins with 10 losses. He represents France. He is Morgan Adrar. عم نشوف الملاكم الفرنسي مورغان أدرار. And standing across the ring in the red corner, this fighter is 27 years of age. He stands 176 centimeters tall and has an incredible fight record of 179 wins, 43 losses, and 5 draws. He represents Thailand. Thailand, يعني هي أم اللعبة. هاللعبة اللي بدأت بالقرن ال 16 وهو هذا اللاعب سوري على يعني هي مثل ما ريت عنا عبارة عن فن إيطالي تم ابتكاره من أجل الجنود بالقرن ال 16 معروفة جدا بتايلاند وفي ملاعب بيلعبوا فيها كل ويك إند ملاعب مشهورة جدا بتايلاند منها ملعب لومبيني لومبيني ستاديوم هذا اللي كنت عم بقول لك عنه واللي هو أصلا تابع للجيش الملكي التايلاندي حلو يعني هذا مثل ما قلت لك هذا الانطلاق يعني هذا من 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 اصول البلد اذا 100% يعني هو الكالتشر تاعيتهم هيك التراث تاعهم هذا تراثهم وهلا عم نشوف عم بيعملوا الويكرو اللاعبين عاده لانه هذا طبعا التايتل هو مثل ما قلنا دبليو ام سي لازم يبلشوا اول شيء بالويكرو اللي هي عباره عن اذا بدك بيأدوا التحيه للمدرب هي ويكرو اجمالا الكرو هو المعلم فتحيه للمدرب تاعهم او للمعلم تاعهم اكيد هي طبعا مش بس اهميتها انه عم بيأدوا التحيه للمدرب قد ما كمان بتخلي اللاعبين يفوتوا اكثر بجو الفايت مثل ما عم تلاحظ بيتحركوا بطريقه بطيئه فيها حركات ستريتشنج هلا بنشوف اكثر من اللاعب التايلاندي اللاعب الفرنسي ما كفاية يعني عملها بشكل مختصر بس شكل اللاعب التايلاندي حيعملها كامله هلا بنشوفها فيها حركات ستريتشنج كثير بيتنفس بطريقه بطيئه هذه كلها بتساعده يطلع كل هالتنشن من جسمه بتخليه يصير تركيز كمان 100% وبتخلي عضلاته جاهزين اكثر يعني هلا بنشوف هون عم نشوف كيف عم بيتابع اوكي خلص
إذن على لقب بطولة العالم حالياً WMC World Championship Belt وطبعاً فينيكس مواي تاي World Championship Belt رح يلعبوا الملاكمين التايلندي والفرنسي أدرار والملاكم باكورن مواجهة منتظرة رح نشوفها اليوم مستوى كتير عالي بهذه المواجهة وهلأ مثل ما حتلاحظ يعني قلنا نحن هيدي الفايت هي على التايتل سو حتكون خمس جولات أوكي. كل جولة ثلاث دقائق 100% بمباريات الاحتراف على طول الجولة ثلاث دقائق لما نحكي عن تعادل يعني هالقد بتكون المباراة متقاربة يعني لنشوف بالركورد لبعض الملاكمين يكون في عندهم تعادلات بمباراة احترافية قد بتكون يعني قريبة قديش الفايت بتكون عن جد قريبة وأصلا على طول يعني نادرا ليصير في عنا تعادل تعادل بس طبعا بالريكورد لما عم نحكي نحن ب 200-220 وأكثر بيطلع إلا ما يطلع مثل ما لاحظنا يعني في كلهم خمس فايتات صحيح هلا بتلاحظ يعني خمس تعادلات بين 227 مباراة هلا بتلاحظ اسلوب اللعب التايلندي كيف حيكون يعني ببلش كثير رايق ما بتحس في اندفاع بتحرك هلا اجمالا واللاعب الفرنسي كمان هون عم يجرب هو ياخذ المبادره عنده الستايل كمان نفسه ستايله 100% اصلا بتخيل هو اصوله عربيه من عائلته أدرار تخيل مغربي أو شيء ومعرفين المغاربي بالمواي تاي يعني one of the best fighters among the world كنا عم نشوف يعني علي غارسيا من وقت قليل الملاكم الإسباني المدرب مغربي وهو من أصل مغربي كمان أصل مغربي. يعني إسباني مغربي ومدربه مغربي عم نشوف المقاتلين إذا بتلاحظ التركيز والرواء تاعهم وبنفس الوقت عم نشوف ضرب كتير قوي يعني من الاثنين بتلاحظ لما يضرب التايلندي دغري عم برد عليه اللاعب الفرنسي وبالعكس يعني لما الفرنسي بادر عم برد دغري التايلندي ما عم حتى ما يعطيه ادفانتج دغري برد التايلندي عم شوف لوكيكس قوية كتير هذه لوكيكس ممكن يعني تعمل شلل مثل غور مؤقت للفخذ يعني طبعا يعني لما يركز اللاعب عليها اكثر من ضربه بتخلي اللاعب اللي عم ياكل الكيكس بطل يقدر يتحرك كثير بهالقد بتكون طبعا بتوجع وقاسيه ايه لانه عم تصيب هي العضله الاماميه اللي هي عليكم دخلت ليك صدقني هذا باشن يعني اللي بيلعب مارشال ارتس بصير هولي مثل بيقولوا يتعايش معه بصير انه جزء من حياته من حياته ايه تركيز عالي عند الملاكم التايلندي والفرنسي تكنيك حلو عم نشوف يعني ما عم نشوف تهويش يعني عم نشوف ضربات كثير مركزة مدروسة ومركزة وأكثر عم يعتمدوا أكثر على اللوكيك ستايلز يعني عم نشوف هلا بتخيل هون آخر وحدة تايلندي شوي وجعته اللاعب الفرنسي مثل ما بتلاحظ الفخذ كيف ببلش يعلم بالأحمر ببلش الإصابات شوي شوي تبين بعد هالمواجهة رح يكون عندنا مواجهة كمان على بطولة العالم عند السيدات يعني رح تكون مواجهة حلوة ايه طبعا كمان لنقول للمشاهدين يضلوا عم يتابعوا لأنه نكون في مواجهة رائعة جدا بطولة العالم عند السيدات 100% نحكي عنها أكيد لاحقا مشان ما نشوش على أدرار وباكورن يلي حاليا بآخر ثواني الجولة الأولى هلا طبعا مثل ما قلت لك لما يوقفوا يلتحموا الحكم بيعطيهم تنبيه للاعبين لازم يضلوا هيك اكيد ما فيهم يضلوا عم يتحركوا بدون ما يضربوا بعض هيدي يعني عن جد بيور مواي تاي الستايل وطريقه الكيكس اذا الجوله الاولى بتنتهي وبدنا نقول كمان انه لجمهورنا اللبناني يلي عم يتابع اكيد رح يكون في بعد مواجهتين لبطلين من لبنان بالبارت الثانيه بتاني بارت من هالنهار يلي مقسوم هذا النهار على تو بارتس اول بارت خمسه فايتس والبارت الثاني خمسه فايتس كمان والمشاهدين اللي عم يتابعوا LBC ودبي تي في رح يقدروا يكملوا البارت الثاني كمان دبي تي في والبي 2 أكيد والنقل عم يكون على عدة بلدان بالعالم منها فايت تي في اس اف ار الفرنسية
عم يكون كمان على او اس ان وطبعا دبي ال بي سي ال دي سي وال بي 2 اكسبوجر كثير كبير للبطوله بالفعل. هون عم نشوف بالاعاده بعض الالتحام القليله بس اللي صارت بس كثير مدروس يعني وكثير اذا بدك مأذي يعني خلينا نقول بس لهلا مين شفت لهلا لكن لحد ما متقاربه بس انا بعطي افضليه اكثر للاعب التايلندي لانه كان اثبت شوي يعني اذا بدنا نقال بس كمستوى لا مستوى متقارب يعني بعدنا باول جوله بنص الخمس جولات بعد في حكي كثير يعني ما فينا من هلا نعطي افضليه. هلا مثل ما لاحظت باخر اعاده لوكي كانت عنده للاعب التايلندي عادي بالوقت اللي كان لما هو عم يضرب كان اللاعب الفرنسي عم ينهزم. لنشوف اذا الجوله الثانيه اللي رح تنطلق بعد ثواني قليله من هلا. هون مشان سلامة اللاعبين عم بيمسحوا المي حتى ما يسقطوا اكيد بصير فيه تصحيط. البزر انسمع بلشت الجوله يلا بلشت الجوله عم بجرب اللاعب الفرنسي هو البادر هلا بس اللاعب التايلندي عم بيرجع برد بسرعة ثابت مثل ما مبين يعني مثل ما قلت لي مبين كثير ثابت بالجولة الأولى هون مثل ما نصحت ما في شيء وهيدي الشغلة اللي بتميز اللعيب التايلندي الفايتر التايلندي يعني بضلوا رايق وبضلوا على نفس الوتيرة لحد آخر الفايت أو آخر جولة بالفايت بتلاقي ولع هلا هلا بتخيل هيك هلا حنشوف رح يطلع رح يزيد هلا بتبان يعني. هيدي الحلو هي إذا رحنا للجولة الخامسة 100% إذا ما صار في نوك أوت خلال الجولة لهلا نوك أوت وحدة اثنين تو نوك أوت اسمه تو نوك أوت واحدة للبطل لبنان أحمد لبنان واحدة على حساب البطل لبنان للأسف جهاد. هون عم تشوف كيف الكلينش بيصير وكيف ضربات الركب عم يجربوا أوه هاي قوية على فكرة ضربوا بركبته على قلب الفخذ عاطل الفخذ ضربة كتير قوية هيدي اللاعب التايلندي عم بيلعب كتير ذكاء أوه كتير كتير قوية عم بيطلعوا عم يجرب يرد اللاعب الفرنسي بس انه كيف كمشين بعض وكل ايه. واحد عم يجرب وطالما عم بيشتغلوا هيك الحكم بيتركهم بس يصيروا على الحبال ويوقفوا شغل بيبعدهم الحكم مثل ما عم تلاحظ هون بينت اكثر الكاميرا ايه. من, من 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 فوق بينت اكثر الضربه قد ايه لاحظ قد ايه عم يضرب على الفخذ اللاعب التايلندي ليك عم يجرب مر اصلا ضربه احمرار على الفخذ وهون سقط اللاعب الفرنسي بيسقط ووقع وبتخيل هيدي كمان بياخذ عليها غير النقط اللي اخذ فيهم بالضرب السيطرة للملاكم التايلندي بعدها واضحة اللاعب التايلندي بحسه رايق اكثر كمان مثل مرتاح على وضعه بجرب يعمل هجوم اللاعب الفرنسي اوه مع بعض بيطلعوا هو اللاعب التايلندي حلو من اللاعب الفرنسي هيدي عم نشوف لوكيكس كثير قوية عم نشوف تكيكس كثير قوية من اللاعب التايلندي كمان بنرجع بنذكر انه اللاعب الفرنسي هو لاعبين بالفينيكس هون صح هون اخر ثواني طبعا اخر 10 ثواني بذكرهم الجوله الثانيه تخلص الجوله الجوله عم تخلص وبعده الملاكم التايلندي عنده الافضليه اكيد يعني عم نشوف تركيز اكثر اذا بدك اصابات اقوى مثل ما قلنا يعني هيدا تايتل فايت انه تايتل بطولة عالم ايه
فعم نشوف نحن بطل العالم عم بدافع عن لاعب اللي هو التايلاندي باكور. عم نشوف كيف هون كمان بعد الاعادات لاحظ كيف بيشلوا الفرونت كيك للاعب الفرنسي اللاعب التايلاندي. هيدي بلوك يعني حتى لما عم يضرب اللاعب الفرنسي عمل له بلوك التايلاندي قبل ما يسحب اللاعب الفرنسي. نشوف كثير مركز ثابت ايه كثير مركز اللاعب التايلاندي. هون نشوف الاكشينج للنيز لاحظ لاحظ بالضبط لاحظ الضربات اللي عملها التايلاندي اخر شيء تويست. ومثل ما عم تشوف يعني طريقه الكمش بالمويتا هي يا اما بتكون من فوق الرقبه او بيلعطوا بعض من تحت البعض. ومثل ما قلت لك طالما اللاعبين عم بيشتغلوا عم بيضربوا الحكم بيتركهم بس يصيروا على الحبال الحكم بيبيعدهم. اذا بانتظار انطلاق الجوله الثالثه بالمواجهة على بطولة العالم على عم نحس الجمهور شوي هدي أكثر لأنه ما بيعرف ما في الفايترز يمكن ما في كمان يعني ما في ملاكم لبنان لو كان في ملاكم لبنان كان في تفاعل كثير الفايت كثير حلو يعني عم تشوف المستوى عن جد هذا المستوى العالمي للمواي تاي. بس مثل ما قلت الجمهور يمكن بيتفاعل أكثر لما يكون في عنده لعيب بيعرفه لما يكون أكيد بس كلهم اكيد بانتظار يعني محبي المواي تاي بانتظار اسطوره كبيره اللي هو سانشاي اكيد هذا المين ايفنت حتكون واكيد كل العالم يعني صارت بتعرف مين هو سانشاي اللي هو واجه أسطورة. عزيزه يعني الفرنسي وحسب ما قريت عنه لسانشاي انه قليل كثير لخسران مع لاعب مع ملاكم اوروبي مره واحده يمكن 100% خسر مع 100% مع ملاكم اوروبي بسنه 2012 بميلانو امام بينكا اللي هو فرنسي وايطالي 100% واكيد كمان يعني السانشاي هو اذا بدك كمان اسطوره للمواي تاي يعني بينعد بنظر كثير من الخبراء هو افضل لاعب مواي تاي من اللي قطعوا يعني على كل حال رح نشوف الجوله الثالثه بين باكور وادرار هي صار في ماي كثير يمكن عم جرب يمكن ما بعرف عم بيجربوا قد ما فيهم تبدا الجوله الثانيه هلا عم نشوف في التحام بين اللاعبين وطبعا مثل عم نشوف اللاعب التايلاندي بكبوا للاعب الفرنسي بس طبعا بيجي فاول عشان هيك ما بتخيل انحسب النقطه بعد في ماي شغله بعد في ماي على الارض هلا بده اكيد يرجعوا ينصحوا الارض دائما عم يكون تنشيف الارض اساسي كثير ايه كثير مهم لانه مثل ما قلت لك يعني الشباب عم يتحركوا وعم جربوا يعملوا كيكس يعني عم بيوقفوا عجل وهم فاي تويست اي شغله بتسحط ومرات بتكون صحتها مؤذيه كمان عم تشوف بعض الاعادات قبل عودة الجولة الثالثة بآخر 237 ثانية منها هيدي ركلة قوية من لاعب الفرنسي بلش شكل الجولة الثانية بلش يهجم اندفاع أكثر 100% وعم نشوف هون الكلينش بين اثنين واللاعب التايلندي بيقدر يعمل تويست للاعب الفرنسي على طول لاحظ كيف اللاعب التايلندي بيخلي ايديه فوق لعليون حتى يجرب يصده للاعب ما يخليه يفوت عليه او ما يخليه يصير على مسافه قصيره معه الفرنسي
فرنسا بالجوله الثانيه بتبين بده يجرب يرجع. واذا بتلاحظ حتى التايلندي مثل ما قلت لك ببلشوا يطلعوا بالمستوى شوي شوي، هلا جرب عم بيهاجم اكثر وعم يجرب حتى يسيطر على وسط الحلقه. اذا رحنا لجوله رابعه او خامسه رح تكون 100% رح تكون الريتم التيمبو المواجهه تكون مختلفه. exactly. يعني خاصه هذا ستيل اللاعب التايلندي هلا عم يجرب، كان مثل ما شفنا اللاعب التايلاندي عم يجرب كان ياخذ السنتر اوف ذا رينج، هلا الفرنسي عم يجرب لا يرجعه. بعد دقيقة و15 ثانية من الجولة الثالثة، يعني متقارب المستوى فينا نقول طبعا يعني مع أفضلية شوي للتايلاندي. هي هيدي هيك مستوى مثل ما قلنا متقارب مع أفضلية بسيطة للاعب التايلاندي. لاحظ كيف بجرب ياخذ ايديه من جوا اللاعب التايلندي ليتحكم اكثر برقبته للخصم. انت مجرد ما لقطت الخصم من فوق من الرقبه بتقدر تحركه مثل ما بدك، يعني هيدي شغله بتعطيه ادفانتج. بس لاحظ يعني هيدي ثالث جوله وبطلع بتحس الطاقة عندهم بعدها هي ذاتها وحتى عم بيطلعوا شوي شوي. يعني هون كمان يلي شفناه خاصة من جهاد مقداد استعمال الطاقة بالمباريات كثير مهمة، يعني هلا عم لك تطلع شوي شوي يعني ما تستهلك كل الطاقة بالأول. صح، يعني أنا جهاد عم لك لاعب عنده خبرة كثير كبيرة، بس مثل يعني مثل أي رياضة المواي تاي مش كل مرة بتكون اليوم يومك، يعني اليوم يمكن جهاد ما كان مرتاح. عم نشوف البلوك اللي عم يعمله اللاعب التايلندي حتى ما يخلي اللاعب الفرنسي يضربه، معلق اجره اخر الثواني خلصت انتهت الجوله الثالثه، ومع كل جوله بيرفع ايده حتى هيك حط ضغط عليه، حط ضغط ليقول لهم انا هي الجوله لصالحي كانت، حط ضغط عليه اكثر للفرنسي. هيدي من الامور النفسيه اللي بيلعبوا عليها طبعا، العامل النفسي كثير مهم بالمواي تاي او بكل الالعاب القتاليه، فهيك بحسسه انه انا اللي مسيطر اكثر. تعليمات المدربين قبل انطلاق الجوله الرابعه. بس لهلا عم نشوف عن جد بهيدي الفايت مستوى كثير عالي، يعني كمواي تاي عم نحكي المستوى كثير مرتفع. هيدي كمان هون عم يجرب مثل ما قلت لك كان عم يجرب الاعادات، عم بيضحك له. بس بتلاحظ يعني ردات الفعل بصير في كثير انتراكشن على فكره لما يكون بالفايت الواحد، يعني انه ممكن نحن بنشوف من برا بتشوف بتفكر بس انه مركزين، لا بالوقت اللي بصير في كثير انتراكشن بين المقاتلين يعني لما لاحظت انا لما الفرنسي جرب ينزله للتايلاندي وقف وعم يضحك له يقول له انه بعيده ما يعني بعيده وما ما اثرت. مرات بضربه بكون ضرب ضربه مثلا واحد من الفايترز، الثاني بيطلع فيه بيعمل له انه بيضحك له انه هاي ماشي. هلا حنشوف الجوله الرابعه بدها تبلش. الجوله الرابعه اللعيبه عم يتجهزوا. سيرج سعد المدير التنفيذي لفينيكس الجولة الرابعة رح تنطلق، إذا ثلاث دقائق جيدة بتصور رح نروح لجولة خامسة، وما بتصور في نوك أوت مثل ما مبين يعني لهلا. نوك أوت ما إلها وقت ما إلها وقت، بس مثل ما حضرتك عم تقول يعني التيمبو عم يلعبوا فيه بفرجي إنه قادرين يكفوا خمس جولات بريحة يعني. لكن حسن بالنقاط هون عم نشوف رجعوا للميز، اثنين عم يضربوا اثنين عم يشتغلوا. اللاعب التايلندي مثل ما قلنا عم يجرب يعمل تويست ويزت اللاعب بالارض، اللاعب الفرنسي اكيد هون
مثل ما قلنا هي بعدنا انه اللاعب التايلاندي عم يجرب كان يعمل توست للاعب الفرنسي ونجح بهالشيء. اوكي هلا بنشوف كمان رجعوا للكلينش اكثر. ممكن يكون بلش يعني نفس الشيء مثل ما شفنا بالجوله الاولى يمكن لما التحموا مع بعض ايه بس هلا عم نشوف اللاعب الفرنسي عم بيجاوب اكثر يعني بيهجم. اول مره حسينا اللاعب التايلندي قدر يتحكم فيه اكثر للاعب الفرنسي وضربوا ضربات قويه. هلا شوي عم تكون في تكافؤ يعني صعبة يعني حساب النقاط لما تكون مباراة متقاربة يعني 100% عندهم شغل كبير كمان أكيد بس إجمالا يعني بهالحالة هون كمان عم نشوف هون هلا بس تخيل يصيروا على الحبال بده يشيلهم أيوه المهم ما يلقط اللاعب الحبال او ما يستعمل الحبال ك ضربة يعني ايه يعني هون ما في شيء هون في تكافؤ 100% هلا عمل بلوك التايلاندي ليوقف ليفك عنه ليخلي الحكم يفك اللي. تقريبا نص دقيقة هلا منلاحظ يمكن هلا بلش يتعبوا اللعيبه هلا بلش يبين التعب الخامسه اللي عنده اكثر انرجي برايي رح يقدر يعمل فرق بالجوله بتخيل بخبرتهم يعني بيقدروا يندفعوا يعني بيقدروا يفرجوا قوه بس يعني كثير واضح انه بلش التعب هلا عم جرب التايلندي مثل ما بيقولوا يلعب عليه بطريقه نفسيه يجرب يتصيدوا اكثر او يستنزفوا اكثر مع ابتسامته دائما يعني صارت لافته بهالفايت ابتسامه التايلندي دائما موجوده لحتى يلعب يخلي العامل النفسي كمان يكون عنده دور يعني ايه تخيل انت بتكون عم تضرب واحد من كل ازمك وبوجهك عم بيضحك لك ف هيك بحسسه يمكن انه الضربات اللي عم يضربها ماني مأثر فيها وانا بعدني مرتاح وكل هالامور يعني في تفاصيل عديده عندها دور بهاللعبه وبتأثر لانه مثل ما قلنا يعني بالنهايه الملاكم هو انسان وحيلا شيء ممكن يتأثر فيه ان كان انفعال جمهور الهاله بالدخول اللاعبين ردة فعل الملاكم الخصم بوجهه كل هالعوامل بتأثر وانا عم تشوف الإعداد الإعداد هلا طبعا اللاعب الفرنسي بيكون معوض على هذا النوع من اللاعبين او هذا النوع من الاستفزاز اذا بدنا نقول هون المدربين عم بيعطوا التعليمات وعم بيتحضروا اللاعبين ليفوتوا على اخر جوله هي الجوله الاخيره الحاسمه حاسمه 100% بس اللي فينا نقوله انه لا في تقارب كثير بالفايت واللاعب الفرنسي يعني بالفعل يعني فرجه كمان قدره عاليه وستايل حلو مثل ما بتلاحظ ببدايه كل جوله لعبه التايلاندي بيعمل صاله صغيره قبل ما يبلش يعني كمان لما تكون اللعبه اساسا تايلاند ويكون هو اللي هو تايلاندي كمان بجرب يوصل مسج انه هيدي اللعبه لعبتنا يعني ممكن اي اكيد ممكن يعني هيدي التكتيكات تستعمل صح. كمان ويمكن هو كمان عنده هذا اللي بيقوله هالايمان يمكن بخليه يمكن اول فايت اذا اخر ثلاث دقائق بهالفايت
بتبلش اخر جوله، انطلقت الجوله الاخيره، هاي الجوله الحاسمه مثل ما قلنا، لنشوف مين عنده اكثر انرجي. بس تخيل هلا يعني حيشتغلوا اكثر، يعني حنشوف شغل اكثر، حنشوف التحام اكثر، بده يجربوا يعملوا فرق 100%، لانه كل لاعب بده ياخذ بوينتس اكثر او يجرب. يعني نظريا مين عنده برايك اكثر نقاط لهلا؟ التايلندي، هو التايلندي اكثر يعني الثبات تاعه، هو لانه بطريقه احتساب النقاط بيتاخذ كذا يعني كذا كريتيريا كذا فات كذا 100%، بالاضافه للاصابات طبعا، قديش هو عنده كنترول على الرينج، قديش هو عم بفرجي ستايل مواي تاي. هلا اثنيناتهم عم بفرجوا ستايل مواي تاي حلو، بس بفرجي بين في عنده اكثر مرتاح يعني. كمان عم نشوف هون اضرار عم يجرب يهجم 100%، وعم نشوف حتى اللاعب التايلاندي عم يجرب، يعني هون عم نشوف اكستشينج من اثنين ركبه بركبه يعني ما في هلا هيدا بلوك، هلا عامل البلوك ليفك ليخلي الحكم يفك، عم جرب يحط البلوك اللي اختاره هيدا بلوك. على طول لما يكون في كلينش اذا الفايتر بحط قصته على الفخذ المقاتل بيعمل له بلوك، ما بيخلي ساعتها يعلي رجله يضرب. هون عم نشوف لوك قطع نص وقت الجولة. ايه لحظة تايلاندي تعبير وجهه اكيد هيدي كمان مثل ما قلت لك يعني بتفرجي بتعطي امبريشن للجادجز قديش هو مرتاح. هيدي بيتمرنولها يعني ولا بتجي بكاركتر يعني؟ هيدي بتجي اكثر بالخبرة يعني كثير اكيد، يعني هيدي خبرة اللاعب هو قديش بصير هو مرتاح. هلا طبعا كل واحد عنده طريقته، بس هو بتطلع بتعبير وجه اللاعبين بيفرقوا كثير عن بعض بين الفرنسي والتايلاندي. وهون هيدي نقطة حلوة للاعب التايلاندي عم يكمل تفوقه اذا فينا. 100% بس هي الفكرة يمكن يكون هو الفايتر بوكر فيس، بس يفرجي ثبات. هلا هو عم يجرب حيفرجي انه مرتاح من خلال هذا الستايل، هو بحب هيك يمكن ستايل استعراض اكثر، مثل بطلنا احمد لبان. لا احمد لبان ما في مثله، مو معروف رائع جدا كان، لانه بالفعل الفايت اللي عمله كان مميز جدا وبعده صغير. ها هذا نقطه ثانيه كمان هون عم يكمل سيطرته، يعني هلا بتخيل هيدي مسيطر فيها، الادفانتج عم يزيد له هون بهالجوله واضحه اكثر. هذه كل كل هيك توقيع عم يكون عم ياخذ فيها نقطه. ما بدنا ننسى انه هاي المواجهه على لعب بطولة دبليو ام سي والفينكس بيلت كمان نفس الوقت، بس اخر ثواني دبليو ام سي هون بده يخلص ثواني خلص، يعني ما لازم بقى بتصور خلص ما بيطلع بالوقت عرف هون عم يحسب له اياها قبل. بس في روح رياضية كمان كبيرة هاي لذة بين الملاكمين، هاي لذة الألعاب الإيطالية قديش بتكون عن جد عم بتضرب بقوة، وقديش بتكون عم بتجرب مثل ما بقولوا تنهي خصمك، وبنفس الوقت بس تنتهي الفايت خلص إنه ما بالعكس ما بتحس. هي يعني واحدة من الأمور الأساسية بالمواي تاي الاحترام، 100% الاحترام موجود دايما، وهذا الشيء اللي شفناه صح، بدك تحترم الخصم بالفايت، واكيد بعد الفايت بدك تكون قد ما فيك يعني تفرجي انت جاست هيدي سبورت كومبيتيشن مش اكثر. حاليا اذا نشوف النتيجه واستلام احزمه بطوله العالم وفينيكس. هاي كيفك شو اخبار؟ اذا هون رح نشوف عليه النتيجين، عن النتيجه مثل ما انت بتشوفها محمد انه لصالح التايلندي. انا شفت عامل لك تفوق للاعب التايلندي، بس كمان بدنا نشوف نحن هون الجادجز، لانه كمان ما فينا نقول انه اللاعب الفرنسي كان مستواه حلو يعني وقاتل بقوه، بس طبعا انا مثل ما قلت لك شخصيا شفت تفوق اكثر للاعب التايلندي.
كنا عم نشوف كمان نجم كرة سلة اللبنية روني فهد عم يتابع على المدرج. وهون اعلان النتيجة اذا لنشوف اذا حسب ما شفنا نحن معتز عبيد من سوريا الحكم السوري رح يعلن النتيجة. Oh, ladies and gentlemen, after five fantastic rounds of action, we go to the judges' scorecards. Judge number one scores the fight 50-45, Musipon. Judge number two scores the bout 50-46, Musipon. Judge number three scores the fight 49-46, Musipon, declaring your winner and a new Phoenix World Champion from Thailand, Musipon Pakor. يعني الحكام الثلاثة عطوا موسيبون باكور أفضلية على الملاكم الفرنسي وهو بطل العالم الجديد. بطل العالم وبطل فينيكس كمان. هلا حيكون عنده تو بيلتس هلا لانه هو عم يلعب على ال دبليو ام سي تايتل وبنفس الوقت على الفينيكس بيلت. رئيس منظمة فينيكس اذا شهي ريفانيان رح يسلموا الحزام ال دبليو ام سي and becomes the new Phoenix Fighting Championships World Champion. وهون حزام فينيكس والميدالية ميدالية الفينيكس وميدالية طبعا فينيكس. لنشوف اذا رح ناخذ رايه كمان لباكور لوقت هون عم نشوف فينيكس موي تاي وورد تشامبيون شيب بيلت و دبليو ام سي وورد تشامبيون شيب بيلت. مثل ما قلنا يعني عم جد